جدية عن الهدف، لأنه وضع في التصور ديالو أن الفوز يخليه يتقاسم المركز الأول مع فريق الوداد، وفرحة الطاقم الاحتياطي ومدرب كوكب المراكشي ولشباب أريف الحسيمي. هدف لمثله سجل الكوكب اللاعب البهجة سفيان البهجة، وعدل لفريق شباب أريف الحسيمي اللاعب العياطي. العياطي في صراع في وسط الميدان، كتشي الكرة عند اللاعب فوتوكوما. فوتوكوما اللاعب بيود من الجهة اليسرى، بيود من الجهة اليسرى، حملة لفائدة فريق شباب ريف حسيمي. بيود خطيرة لفائدة شباب ريف حسيمي، وهدف التعادل. هدف التعادل لفائدة ديال الجهة اليمنى ديال فريق الكوكب، إخراج تيك وجعل العلودي يقوم بالأدوار الدفاعية في الجهة اليمنى متقدم السن، لا يمكنه فعل ذلك. ربما ترك المجال لفريق شباب حسيمي أن يستغل.